المتحكم، فقليل منها بتتحول من جمعيه الى مؤسسه. مؤسسه عندي اللي هي ايه؟ اللي هي الانستتيوشن، مش هي الفاونديشن. الفاونديشن انت ممكن تعمل مؤسسه، في بعض المؤسسات هنا العيله عملتها او شركه عملتها او مصنع عملها، دي اسمها فاونديشن، مؤسسه خاصه. اما الانستتيوشن دي فهي الجمعيه التي تنمو لحد ما تملك نفسها للمجتمع، فيصبح المجتمع هو الذي يقود الجمعيه قبل ان يكون مجلس الاداره نفسه. يعني في الجمعيه هنا هو اعضاء الجمعيه العموميه. في المؤسسه بتنفتح اكتر 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 بكثير على المجتمع بكل اطيافه، بسياسات مختلفه، باراء مختلفه، بتحديات مختلفه، ببناءات مختلفه الى اخره. فلذلك لما نبص لاغلب الجمعيات اللي موجوده في العالم العربي هي جمعيات مش مؤسسات، لان ما زالت الملكيه في ايد مجموعه من الناس، وليس المجتمع هو الذي يملك المؤسسه. ليس المجتمع هو الذي يملك المؤسسه. المسيره دي عشان نوصل هنا، انا قلت ذكرت لكم بعض المؤسسات من غير ما اكررها مره ثانيه، مع بعض الجمعيات من غير ما اكررها مره ثانيه، يمكن اغلبهم لم يصل لكلمه انستتيوشن. 30 سنه و40 سنه اغلبهم لم يصل الى كلمه انستتيوشن دون ايه؟ اعاده ايه يا ربي؟ اعاده ذكر اسمائهم مره ثانيه. ليه؟ لان احنا ما زلنا في المكان اللي فوق عايزين نجيب الناس بتوعنا، كل واحد عايز يجيب صحابه، بالك مش منفتحة ابدا على ان انا اجيب من هم احسن الناس في المجتمع. من هم احسن الناس ايه في المجتمع؟ واضح؟ واضح يا شباب؟ ها؟ يعني حتة الشلالية دي، الشلالية لا تحدث مؤسسية على الاطلاق، على الاطلاق. الشلالية لا تبني مجتمع، بتعمل عزب متناحرة، ها؟ متناحرة وإيه؟ متصارعة. كل واحد بيجيب قرايبه، ولاده، عمامه، خلانه، أصحابه، وهكذا. جماعة اللي من جماعته بس، ما ينفعش. ليه؟ لأن إحنا في يوم في مرحلة من المراحل نعتقد إن حزبنا هو الوطن. ده فنكوش تاني. من أحمد مين اللي كان معاه في فيلم الفنكوش؟ عادل إمام ومين التاني؟ أحمد بدير ولا أحمد؟ فهم اتنين احمد، واحد فيهم مات والتاني عاش. اللي مات هو اللي اسمه احمد ايه؟ احمد بدير اللي هو عايش الطويل ده، لكن اللي مات مين؟ احمد. يا كبير انت يا كبير، انا هقول زوجتك انك بتفرج على التلفزيون. ها احمد راتب، واخد بالك؟ فاحنا بنتكلم عن ايه؟ طالما احنا بنخش في الحارات الضيقه اللي احنا بنسميها الجيتوز بالانجليزي، او طالما احنا بنخش بنعمل اللي هي العزب المغلقه، عمرنا ما هنبني مجتمع. ساعات الحزب او الجماعه تعتقد ان هي اصبحت الوطن، ابدا ابدا. الوطن زي ما تشوفوا انتوا عارفين الديجيتال ايمجز، الديجيتال دي مكونه من كم نقطه؟ اي صوره مكونه من كم نقطه؟ اتفضل. يا عم قول بقى، لا تظن وما تتكلمش. انا مش عارف اظن، وجيب لي نجاة الصغيره هنا. أظن أني لعبة في يديه. عبد الحليم ولا عبد ولا محمد عبد الوهاب ونجاة صغيرة، كلهم ماتوا إلا نجاة. أنت تظنه كم دوت في الديجيتال إيمج؟ أنا ما أحبش حد يقعد ساكت. 10,000. ال إيه؟ العدس في الليمون. اللي بعدها 100,000. اللي بعدها ما عنديش فكرة. اللي بعدها ممكن تكون ملايين. اللي بعدها وهكذا، على حسب عدد الدوتس، على حسب الكواليتي بتاعت الصوره بتاعتك. انت بقى يا حبيب قلبي سميت نفسك جماعه، سميت نفسك حزب، سميت نفسك تشكيل، اي حاجه، انت ما انك الا دوت، نقطه في صوره المجتمع. يوم ما تتنفخ كحزب، اهلا وسهلا، يوم ما تتنفخ كحزب او كتشكيل معين وتعتقد ان انت هذا، بتفشل. وعندنا تجربه كتيره
حصلة في مكان ما في العالم الإسلامي. يبقى المؤسسة دي هي التي يملكها المجتمع. إيه دور المؤسسة بقى اللي أصبحت بعد 30 أو 40 سنة مؤسسة؟ يعني أنت فاكرين يا إخواننا لما أنتوا أو يا أخواتنا لما أنتوا هتعملوا جمعية وسميتوها مؤسسة تقولوا مؤسسة هتسموها عالمية بقت عالمية؟ العالمية ليست بالاسم وليست بأنك أتيت بشخص أو رجل أو امرأة نجم عالمي فأصبحت مؤسستك عالمية، أبداً. العالمية هي أداء وإتقان وإنجاز ومسيرة ومصداقية وتأثير وتغيير مجتمعي، ليس على مستوى القرية أو الحارة أو الوطن، لكن على مستوى العالم. فإن أردنا أن ننظر إلى العالم في العالم التعليم، من أكثر الجامعات تؤثر على التعليم في العالم؟ حد يقول لي كده أسماء؟ أكثر الجامعات اللي بتؤثر على التعليم؟ في العالم. أكسفورد مثلاً، مين تاني؟ ستانفورد، مين تاني؟ هارفارد، كامبريدج، ها؟ طب مين أكثر المؤسسات الفنية اللي بتأثر على الـ على الـ على الـ على الـ على الفكر في العالم؟ أنا قلت فنية، دراماتية، هوليوود. طب بوليوود ولا هوليوود؟ أنت عارفين بوليوود؟ فين؟ ده أنت مذاكر بقى، أنت هتذاكر لي بقى، تعرف ترقص بوليوود؟ يعني هوليوود لما تطلع فيلم ها بتغير ثقافة مجتمع، تغير ثقافة مجتمع كامل، وده العالمية. العالمية مش ايه هتجيب انت مثلا انجلينا جولي وبيل جيتس وتحطيهم في 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 مجلس إدارة وتخليهم يركبوا عربية، ايه يركبوا عجلة، هيروحوا بيها فين العجلة؟ لكن انت بتخلي أداء المؤسسة هو اللي بيفرض عالمية فكرك بالتأثير على العالم كله، على العالم كله. فلذلك كلمة عالمية مش اسم، وكلمة مؤسسة انستيتيوشن مش اسم، خلاص. دور المؤسسة اللي أصبحت ناضجة هنا هو بعد 30 40 سنة بتعمل لك إيه؟ بتنتج لك بقى إيه بعد كده؟ حاجة تانية جديدة. كل ده وخلي بالك كل ده بيخدم إيه؟ معنا اللي جم متأخرين، كل الحاجات دي بتخدم ايه؟ الفكرة. اوعي عينك تحيد عن الفكرة، اوعي، حذاري حذاري حذاري. المؤسسة بقى هتكون من نضجها من نضجها هتحول هذه الفكرة الى فكر مجتمعي. تبثه وتحميه ها وتؤثر لهم، وده اللي احنا ما وصلناش له الى الان في تشكيلاتنا المجتمعيه على رمتها في كل مكان وزمان، او بتحاربه بيحارب يعني، لان انتاج الفكر من اصعب الاشياء التي قد يعجز عن انتاجها المؤسسات هي انتاج الفكر. زي ما انت قلت في جامعات، عندنا الجامعات دي راسخه ليه؟ لان عندها تمويل وعندها اوقاف، يعني مثلا الاوقاف بتاعت اوكسفورد او كامبريدج يمكن 6 7 مليار كل واحده فيهم باوند، هارفارد عدى 40 مليار دولار. فلو هارفارد عايزه تنتج فكر هتنتجه، عندها الاليات وعندها المال وعندها سستينابيلتي اللي هو الاستدامه، سواء كانت مؤسسه فكريه او كانت مؤسسه بحثيه او كانت مؤسسه تعليميه او مؤسسه دراميه. وانتوا ذكرتوا كم؟ ذكرتوا عندكم، ذكرتوا بوليوود وذكرتوا هوليوود ونذكر كمان لوليوود. وين لوليوود؟ اين لوليوود؟ انتم مش مذكرين بقى، انتم جايين من القرن ال 13 ولا كام؟ اين لوليوود؟ بما ان انت جيت متاخر سنقيم عليك كلولي لاهور. باكستان؟ ها؟ نيجيريا فيها بس مش اسمها نونيوود؟ والله فيها كده، في حاجه جنب 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 بوكو حرام. لوليوود اللي هي لاهور، كوليوود. الله، ده انتوا جايين من نفس المدينه دي، كايرو. انت الاعلام ها؟ لا انا بديها الاسم ده، ما انا لازم اسمي. انت فاكر ان انا هقعد كده اتكلم واستعمل المصطلحات بتاعت الاخرين؟ معانا رزان؟ لا دي مش رزان، دي اسراء. طيب يبقى احنا شفنا هنا الفكر المجتمعي ده خطير جدا، الشيوعيه الراسماليه
الرأسمالية قبل ما تكون تطبيق مجتمع كانت فكر في مخ الناس اللي أسسوا له فكر مجتمعي. الفكر المجتمعي ده وده خرج من امتى؟ من الفكرة اللي كانت في رأس مين؟ إسراء أو أحمد أو فاطمة أو آية أو آلاء إلى آخره. هيحدث لنا ثقافة؟ ليه ثقافة التغيير؟ ها؟ شفت الدورة خدت قد إيه؟ عشان بعد كده هو هنعمل الحضارة والنهضة اللي هتكتب التاريخ بعد كده هو. شوفوا انتوا بقى منبص للمسيرة دي كلها بنبص لها بننظر لها على ايه؟ على ان انا فلاح معايا؟ انت اصلا من عندنا من مصر؟ من الصومال؟ ايوه. هرجيسة؟ مقدشيو؟ دردوة؟ لا مش دردوة. البيضة؟ بربرة؟ 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 من المينا اللي اديتوها مش عارف لمين. خلاص ما يلا خلاص نو بوليتكس. ها فشوف المسيره دي كلها. اسمك ايه حضرتك؟ نجمه. روضه. وحضرتك هشام. عندنا اتنين هاشميين هنا. هاشم وهشام اخواتها. فما ننظر للمسيره دي كلها تبقى انت او انت يا رضوى او انت يا هشام كالفلاح الذي وضع بذرة في الارض واراد ان يحول هذه البذرة الى غابة، مش الى شجرة، الى غابة. غابة مليئة بالموائل، يعني الموائل هو المسكن اللي هيعيش فيه السباع، هيعيش فيه الطيور، هتعيش فيه الحشرات، هتعيش فيه كل أشياء، هكون فيه برك، هكون فيه مستنقعات، هكون فيه أنهار. فبتاخد منك لو أنت كفلاح يا مش تو مش ها مش ومش من حد بيحب المش؟ أكيد الصف ده كله بيحب المش، مش كده؟ ولا أنت متعودتوش على المش؟ ده ساكتين. تحب المش؟ طيب بإيه؟ باللي بينط فيه ولا اللي بينطش؟ ما في حاجات في المشي بتنط بالميه؟ دي مش مصر. المهم تاخد الدوره دي كلها لو انت فلاح. بص بقى دي المهم فيها ايه؟ لو انت فلاح وزرعت البذره اللي انت بتقول انا لابد ان احولها الى غابات فيها موائل لكل كائن حي، يبقى لابد ان ترعى البذره من اول يوم الى ان تصبح شجره تساعدك في نشر بذورها الحيوانات والطيور. لما يجي ياكل من الفاكهه بتاعت الشجره دي وينتقلوا من شجره لشجره من مكان لمكان، هم اللي ايه بيساعدوك في رمي هذه البذور من اخراجاتهم في اماكن مختلفه. دي بتاخد منك 500 سنه. انا بديك التصور في ايه؟ التصور في الرعايه من الصفر. في الرعاية زي الأم اللي بتحتضن الجنين، بيبدأ بكائن بسيط ما بين اللي بيعمل الزايجوت، بعد كده ما عارفش بنسميها النطفة والعلقة والحاجات دي كلها، إلى أن يصبح هذا الطفل في التسعة أشهر الأولى اللي هي الرعاية الكاملة والمحضن الكامل. لو الأم ما استطاعتش إنها تحافظ عليه بيموت الجنين، صح؟ بعدين تخرج الأم ترعاه الى ان يصبح هذا الرجل. فعملية انبات شخص واحد يكون معتمد نفسه تاخد لها حوالي 20 سنة في شخص. فالمجتمع اللي احنا عايزين نبنيه والحضارة اللي احنا عايزين نعملها زي الغابات اللي احنا شايفينها، سواء كانت في الامازون في البرازيل او كان في البنغال في بنغلاديش والهند او كان في اي مكان تاني في افريقيا الى اخره الى اخره. لما تنظروا للتاريخ خلت مئات السنين او الاف السنين عشان تتحول عشان نعمل حضارة. دي واضحة بالنسبة لنا؟ انا خدت منكم كم دقيقة دلوقتي؟ واضحة بالنسبة لنا؟
انا اعمل لكم هرم تاني. هرم لان انا خلاص اللي عايز يصور دي انت مش مصورها عندك انا عايز صورها بالتليفون ولا بالتلفزيون؟ شفت خلي بالك وانا اقف جنبها كده. صور الابتسامة. خلاص الابتسامة طلعت ولا ما طلعتش؟ هحاسبك عليها. خلاص انا خلاص. طيب هعمل لكم هرم دلوقتي وهنتكلم فيه وبعدين هفتح الموضوع ده ليكم عشان كل واحد فيكم يقول اللي هو عايزه. انا هدفي ان انا انشئ صناعه. يعني ايه كلمه صناعه؟ انا بتكلم عن المجتمع. كلمة صناعة معناها ايه؟ صناعة فكر جديد. صناعة فكر جديد، ممتاز. كلمة صناعة. صناعة هي اللي هو المنظومات المنظمة لحيثيات إنتاج الصناعات المختلفة داخل المجتمع. لما فهمتهاش أنا مش فاهمها. هي طلع كده. المنظومات المنظمة لإنتاج الحاثيات. وقف عند كده. المنظومات المنظمة لحاثيات إنتاج صناعة معينة في المجتمع. الله أكبر. اكتبها بقى عشان تقولها تاني. إنتاج صناعة معينة. صناعة. يعني كل صنعة وصناعة في المجتمع هي جزء من الصناعة الكبيرة. صناعة المجتمعات مش سهلة. معقدة. معقدة تشبيكيا افقيا وعموديا رأسيا وسيركمفرنشال هي دائريا ودياجونال محوريا. وكلما ازداد المجتمع رسوخا في مكان ما كلما تعقدت تركيباته. يعني المجتمعات القديمة أيام سيدنا آدم عليه السلام ولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مجتمع المدينة كان إيه؟ كان كم بيت هنا وكم بيت هنا ويمكن كلهم ألف واحد. يعني كان سيدنا عمر لما إيه بيمشي بعد ما أصبح خليفة كان بيسمع الست اللي كان بتفتقد زوجها ويسمع البنت اللي كانت أمها بتقول لها اعملي المية عادي ماشي، ويعدي في آخر المدينة يروح يشوف الإبل يقعد هو يعمله. لكن دلوقتي حارة من حارات المجتمع في أي مدينة من المدن الكبيرة اللي هو المحافظ ما يعرفش ايه اللي فيها. الحاره ده يمكن في الحاره دي يمكن فيها مثلا 200 300 بيت. وكل بيت فيه 10 عائلات. وكل عائله فيها 7 8 اشخاص. عشان يجي لها المحافظ مش عارف، فلا بد ايه؟ بهيكل العمل بتاعه عشان كل حاره يكون لها ايه؟ حد يخدمها الى اخره. يبقى كلمه صناعه اللي احنا عايزين نعملها مش بس صناعه الصناعه اللي هي يعني عربيات، لا هي يعني مثلا صناعة المواصلات بتخش فيها الطائرات، بتخش فيها السفن، بتخش فيها العربيات، بتخش فيها التريلات، كل الحاجات دي كلها. فلما تبص الحاجات دي كلها كمنظومة كبيرة زي ما انت عرفتها كده هتلاقي ان علشان نوصل دي لازم وانت هنا اهو سامعين يا بنات وانتوا ربنا بيكرمكوا بيكون لكم اطفال تخرجي ابنك او بنتك عشان تربيها تحدث هذه الصناعة. تحدث هذه التركيبة المعقدة التي تحافظ على ثبات المجتمع ونمو المجتمع وتعامل المجتمع مع كل التغيرات المجتمعية سواء كانت داخلية أو خارجية. واضح؟ الكلام اللي ما عرفوش هقوله برضه. نطلعها هنا هو من أول أنت مثلا بنتكلم في العمل الخيري. أنا وأنت كأفراد بننفعل صح؟ بقى فينا انفعال. انفعال. حدث حاجة يعني زي ما كنا احنا رجالة زمان كان حد يقدر يعكس البنات اللي في الحارة بتاعتنا؟ أبدا. كنا بنخرج احنا نقف كده بالعصيان أو بالطوب. هلا اضرب. زي ده شرفي. جارتي هي شرفي ده انفعال. حد اتحرق بيته بنجري كلنا.
حد جاموسه لو كنت اتفرجت على فيلم اسمه الارض، شوف اللي كانوا بيتخانقوا مع بعض قبل كده لما الجاموسه بتاعت الفلاح وقعت في الساقيه او في الترعه كل نزل، لان الجاموسه لو ماتت هي راس مال الفلاح، فلو ماتت الجاموسه هيدفع الفلاح ده عالي على المجتمع، فكل المجتمع انفعل وراح عشان ينقذ الجاموسه بتاعت الفلاح اللي كان بيضربك امبارح كنت انت مختلف معاه. يبقى ده الانفعال، الانفعال ده جزء من العاطفه اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها في قلب مين؟ كل مخلوق. لو احنا بنشوف بقى على البلانيت دلوقتي في التلفزيون البرامج بتاعت البلانيت والحاجات دي كلها، تشوفوا البقره ازاي بتدافع عن 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 العجل الصغير او الغزاله. انا شفت منظر خلاني ابكي، منظر الامم الحقه ابنها ما اعرفش اسمه الغزال الصغير، بتسموا الغزال الصغير هنا ايه؟ ريم. وعايزين يعدوا النهر، وفي نص النهر اسمه كده نمر، اسمه مش نمر، هو النمر بيخش في الميه، تمساح. كويس انكم فاهمين عندي. فالتمساح جاي زي الصاروخ كده، وقامت الام واقفه قدام التمساح وهي عينيها مش على التمساح، على الريم اللي عشان تعدي الناحيه الثانيه. شفت قد ايه التضحيه عشان تبني مجتمع؟ انا عارفه ان ممكن الريم الصغيره دي هي اللي هتبني المجتمع بعد كده، وده الامومه العاطفه اللي هي ربنا حطها في قلوبنا كلنا سواء رجال او نساء او حيوانات او طيور. ده الانفعال. بعد ما بننفعل بنعمل حدث، نعمل شيء، واخد بالك، اللي هو بنسميه رياكشن. يعني ايه؟ لا ده رياكشن انفعال، اللي هو بنعمل ايه شيء يعني رد فعل. رد فعل ده بنخطط له بعد كده، هو ممكن يكون موسمي. خلاص علمنا كده طبيعتنا بقى ردة الفعل دي، بقى كل موسم احنا عندنا حاجة بنعملها. في رمضان هنطلع ايه؟ افطار الصائم. في العيد هنطلع ايه؟ لحمة الخروف. في الحصاد هنطلع ايه؟ كذا. الذكاء الاخر، حاجات تقليدية. يصبح ده عمل الموسمي ده عمل ايه؟ تقليدي. يصبح عمل ايه؟ تقليدي. خلاص بعمله كل سنة، حفظته. بعد كده بقى بعدنا بيحولوا لعمل منظم زي ما عملنا في الدورة اللي فاتت، بيعمل منه جمعية، والجمعية بنحاول زي ما أنا كلمت على الجمعية قبل كده، نحاول الجمعية دي ندخلها لمستوى الحرفية. أنا عايز حد منكم يعرف لي يعني إيه حرفي. بروفيشناليزم حرفية، مش تقول لي ما حرفة يعني كذا، يعني إيه بروفيشناليزم اللي هي حرفية دي؟ معناها إيه؟ ها؟ اللي هو يوصل لمرحله انه يقدر يطلع نفس الحاجه زي ما هي كل مره، مش المره تظبط المره لا. طيب يطلع كل حاجه كل مره، صح، ممتاز. ادي تعريف. تعريف ثاني؟ اتفضل. الاتقان بس. الاتقان، ممتاز. يكون قادر يعيش عليها، يعني مثلا احنا يعني يكون يعني مثلا هو يكون يعني انا دلوقتي بخش عليك المؤسسه وانت قاعده هناك، انت عايز واحد بروفيشنال عشان تدفعي له فلوس يجي يدربكم. انا كلمة بروفيشنال دي معناها ايه عندي؟ عندك انت يعني لا مش ممكن هتدفع له دي. انت جبتيني ليه؟ لا انا قصدي انه يعني المهن ممكن احنا يعني قصدي انه ممكن امتهن مهنه بس ما كنتش قادره ان انا اعيش عليها، بس الحرفه ان انا اكون لا مش بتكلم على الحرفه، ممكن مهام بروفيشنال مش حرفيه، مش اللي هي الصنعه عايش عليها. لا حد تاني قلت اتفضل. حرفيه هي ان معاييري تبقى على اساس التحقيق للهدف، أكفأ شيء يحقق الهدف اللي انا المعايير الاكثر كفاءه لتحقيق الهدف. كويس. حتى لي من الشابات في الخلف او حد منكم، الحرفيه بالنسبه لي اتقان والتزام، وبعدين انتاج لايه؟ ليه قيمه او لمنتج المجتمع بيحتاجه. مفيش محاضرات بقى، مش هقول لكم محاضرات. هل اتقن عملي؟ من عمل منكم عملا فليتقنوا، صح؟ فالحرفية دي لما هنتكلم، الحرفية عمرها ما كانت محاضرة ولا ورك شوب ولا شاب جميل كده زيكم هيجي ويتكلم كلمتين كده ويعمل عرض بال سكرين كده أبيض وأحمر وأصوات وكراكيع وانتوا تقولوا ياه دول عاملين زي سحر فرعون.
في الآية بتاع صحف عمل إيه؟ فاسترهبوهم فسحروا عين الناس. إيه الأول إيه؟ فسحروا عين الناس بالألوان دي كلها، فاسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فالحرفية هنا هي التزام، يعني عندنا محاضرة تبدأ الساعة 9، قبل الساعة 9 كل موجود في الفصل. لأن تعرفوا لو احنا مثلا في مكان وفي 100 واحد منتظرين المحاضر اللي هو زي حالاتي انا، والمحاضر ده بقى عايز ايه؟ ما يخش المحاضرة الا لما 100 يكونوا موجودين. طب اللي جه في اول الوقت ده الساعة 5 وال100 ما خلصوش الا الساعة 5:30، فعندك 100 واحد قاعدين منتظرين سعادة المحاضر. ده 100 في نص ساعة يطلعوا ايه؟ 50 ساعة، صح؟ ضاعت. لان الوقت اللي ضاع على كل واحد فينا فعدد الناس اللي موجودين منتظرين سعاده المحاضر اللي هو زي حالاته، اللي مش عايز يخش المدرج الا لما يكون الناس كلها ايه؟ موجوده. خلاص واخدين؟ فالحرفيه دي احنا عندنا عجز كبير جدا فيها، اللي هو الالتزام، سواء الالتزام في الاباء في الاداء، التزام في الانفاق، التزام في تحقيق المعايير، كل الحاجات دي كلها دي الاساسيات. بعد كده هنخش بردك في المؤسسه في الحرفيه، وبعدين في المؤسسيه اللي هي اتكلمنا عنها ايه قبل كده. احنا بقى كمجتمعات في العالم العربي والاسلامي واقفين هنا ما بين الجمعيه وفي وسط الحرفيه. مش هقدر اقول اننا كلنا عندنا الحرفيه دي كلها، بعضنا عنده وبعضنا ما عندوش، لكن صعب جدا ان نجد في المرحله دي مجموعه من الجمعيات تحولت لمؤسسات. لو انت وانت في حضر الانفعال بتاعك بتنظر اللي انت عايز تعمل صناعة، هتمر بكل الخطوات دي كلها. لو انت عايز تعمل جمعية هتوصل هنا على حسب. The more your vision takes you to the highest level, the more you work to achieve it. يعني لما تشوف مثلا لعيب الكوره زي ما ضربتها قبل كده، او الاولمبياد اللي بياخدوا 5 و10 ميداليات، دول كان ليهم هدف انهم يكسروا الرقم العالمي في 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 اللعبه اللي بيلعبوها. لان ده اللي هم كانوا بيحصلوه. لكن هو عايز مثلا يشتغل على مستوى، لو انتوا فاكرين محاضرات الله يرحمه الدكتور ابراهيم الفقي، وازاي هو عود نفسه التجربة النظرية وبعد التجربة العملية وبعد التجربة النظرية تانية، ان هو لابد انه ينجح، ما ينفعش. كان ضرب مثل رحمة الله عليه، قال لي كان رحت لمدير شركة هو في كندا، قال انا عايز وظيفة، قال له ما عنديش، فروح بقى الحتة دي حتة تناح. انا تنح بقى، انا تنح وتلم وبارد ولزج لزج. تخيلوا انت بقى لو انت اتجوزت واحد تنح وتلم وبارد ولزج، هتعملي في ايه؟ سكوت. خدت بالكم؟ فراح له ثاني يوم قال لي يا ابني مش انا قلت لك امبارح ان انا ايه مش ما عنديش وظيفه؟ قال لي يمكن يكون حصل واحد مات، واحد عي، واحد حصل له حاجه. قال لي ما عنديش، امشي بقى. تناحه وبروده وتلامه ولزاجه. قعد يروح له لغايه في يوم من الايام قال له طب خدني بقى ايه متطوع بدون فلوس لمده شهر. قال له طب تعالى من جودنا ما قرف منه الله يرحمه يعني، ويكون ده في ميزان حسناته يعني. ما هو كان بيقوله كده بدمه الخفيف يعني، كنت ما قرف منه. طب تعالى بقى اشتغل اي حاجه. بعد شهر او 6 اشهر كان هو ايه ماسك مدير قطاع او مدير اداره الى اخره، واصبح يبني الكارير بتاعه اللي هو الكارير اللي هو المهني بتاعه. فلو احنا عايزين نبني نعمل صناعه لابد نفكر فيها قبل ما نبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته كان بيفكر في العالم، في اليمن وفي الشام وفي فارس بلاد فارس وكل حتة في العالم. كان دي رؤيته لكيف تصل دعوته لكل مكان في العالم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى سماه الرحمة المهداة وأرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنا هقف دلوقتي لأن خدت منكم 42 دقيقة دلوقتي، هقف وانتوا بقى كلكم تقفوا وتتكلموا يا ربي وتسألوا، وهتيجوا تقفوا جنبي هنا هو علشان توجهوا جزء من المحاضرة دي، ان كل واحد فيكم لابد ان يوجه اسئلته للمجتمع اللي في الغرفة.
شئت أم أبيت، رفعت إيدك أم أنا رفعتها إليك، أو رفعتها عليك، أو رفعتها ورأيك. خلاص، فاللي يقول لي ها هجيب له الفنكوش. يلا المجال مفتوح. ها لا انا مش هقعد، انا هقف عشان اوقفهم كلهم. اتفضل. انا ولا اسالهم يعني؟ لا احنا طيب، هو ده يعتبر البيت الاول من المحاضره. دلوقتي عندنا اسئله يعني. ايوه فنبدا بالحاضر ولا حد زي ما الدكتور قال كل سؤال بيمر؟ لا لا كله كله كل اللي عايز يبدا يبدا عشان نكسر الايه الحاجز الصمت ده. سؤال بس في الاول، هو الفرق ما بين المبادره والمشروع؟ هو المشروع هو النتيجه المباشره للمبادره. يعني انت لما يكون عندك مبادره عايز تعمليها بتحوليها لمشروع. المشروع ده بيكون لي اهداف، وبيكون لي ميزانيه ولو بسيطه، بيكون لي رقعه جغرافيه هتنفذي عليها، ولما يكون لي كل الحاجات البسيطه. يعني مثلا هقول لك في المشروع ده احنا عايزين نبادر باننا نشيل الزباله القمامه دي من مكان ما. تعالوا يا بنات معايا. يبقى انت عملت الفريق، حددت الموقع الجغرافي بتاعك. عايزين نجيب ايه؟ احنا عايزين والله نجيب معانا 200 كيس اسود للزباله. يبقى عايزه ميزانيه. عايزين نروح كلنا مع بعض نجيب واحنا هناك، يبقى عندنا مثلا على الاقل عندنا وجبه اكل هناكلها وحبه ميه نشربها الى اخره. فشوف انت يعني ازاله هذا الكم من القمامة هو مشروع، يعني ما بنسميهوش مشروع بس هو شيء ملموس اسمه مشروع على مستوى صغير. فلما أهل الحارة دول يشوفوا بناتهم خرجوا أو شبابهم خرجوا وفي خلال ساعتين ثلاثة نضفوا كل حاجة. لو احنا مثلا عايزين نعمل مبادرة مشروع زيارة المرضى في المستشفيات، يعني مثلا في في في, في بريطانيا في ناس من الكبار في السن يعني ربنا يتولاهم يعني اللي هم غير مسلمين ما حد بيزورهم انقطع. فانت لو انت بتعمل لي مبادره كل يوم حد او كل يوم حد، خاصه يعني كون المواصلات خفيفه هناك، وتروح انت تخش مستشفى من المستشفيات دي ومبادرتكم اللي هي تعتبر مشروع صغير كده او هنسميه شيء مشروع، كل واحد فيكم تاخد ورده. عشان طبعا ممكن يكون الاكل ممنوع في المستشفى او الشوكولاته ممنوع عند بعض المرضى، واخده بالك؟ كوني كنت تقولي للمريض ده الراجل العجوز ده او المراه اللي هي ما حدش بيزورها ده يا كأنك انت يعني بتساعدي في جزء من شفاء هذا الرجل او هذه المرأة. تفضلي. لا لا انت رفعتي ايدك حذاري. طب تعالي انت في جنبي بقى. لا ما تقول من تدريب. تعالي تعالي تعالي، ما هو اصلا مش هنتكلم احنا الا لما نتكلم مع بعض. انا الناس هفتكر ان انا بس النجم الوحيد، انا مش نجم. تمام تفضلي. هنا 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 هو هنا. حضرتك قلت انه اغلب المؤسسات في الوطن العربي بتقف عند مرحلة الجمعية، والسبب زي ما حضرتك قلت انه لا يراد ليها الوصول لابعد من كده بسبب وجود المفسدين. السؤال بقى، هل السبيل الوحيد لاي جمعية في الوطن العربي انها تتخطى الحدود دي هو التخلص من المفسدين دول، ولا في سبل اخرى مع وجود المفسدين نقدر نتخطاهم من وسط؟ طيب انا بس ما قلتش مفسدين في الجمعية من الداخل، يعني انا قلت الحوكمه. ايوه من الخارج يعني. لا ما المفسدين موجودين في كل حته، حتى في العالم الغير عربي، يعني الفسد دول. ايوه صح. اللي هم اعداء المجتمعات دول في كل حته في العالم، لكن انا بتكلم عندنا احنا عندنا ثقافه في العالم العربي اللي هي السلطويه. السلطويه دي بتخليك ان انا عايز اجيب قرايبي، اللي بنسميها الحوكمه او بالانجليزي اللي هو الجوفرنس. الحوكمه دي اللي احنا بنحاول نتخانق عليها ان انا مش عايز امشي. يعني هقول لك حاجه، في ناس بيقول لك انا مش لو سبت الجمعيه القيم بتاعتها هتروح، هيتسلط عليها ناس. طب انا هموت صح ولا غلط؟ ما انا طلعت مجنون في يوم من الايام، كنت في جمعيه من الجمعيات وسبتها طوعا من 11 سنه مش كده؟ وكنت انا يعني من المؤسسين في الجمعيه دي والرئيس ودم تقيل وما كانش حد قادر يشيلني منها، واخد بالك؟ لكن مشيت علشان ايه؟ عشان انا مؤمن ان انا دوري في الجمعيه انتهى. في بقى ناس يقعدوا 30 و40 سنه في الجمعيه وبعدين قبل ما يمشوا اسمك ايه؟ منار. يجيبوا منار بنتهم وكيف فنار بنت خالتهم ويجيبوا هشام وهاشم عشان ايه؟ استمراريه. ده مش ما هو ده بقى ده الفساد الاداري. تمام. الداخلي في الجمعيه. طب هل بقى ممكن اي جمعيه تتخطى الموضوع ده وهو موجود ولا لازم تتخطاه بانها بتنفذ القوانين وسياسه الجمعيه؟
يعني انت لما تروح مثلا قصدي خارج الجمعيات، يعني اللي هم لا يريدوا للجمعيات انها تصل ده تحدي في اي مجتمع. اه التحدي بقى ده عندنا، هل ممكن نتخطاه؟ ممكن ممكن، ولا لازم ننهي عشان نقدر نتخطاه؟ لا انت في الجمعيات لو كانت جمعيات انسانيه ما بتصطدميش سياسيا مع الاخرين، لكن بتحاولي تكوني فكر وتكوني ثقافه وتكوني معايير. يعني مثلا هقول لحضرتك حاجه، لما جت 11 سبتمبر 2001 كنا احنا في جمعيه اسمها الاغاثة الاسلاميه في بريطانيا، بدانا ننفتح على العالم الخارجي في 1991، يعني كان عمرنا ساعتها 4 أو 5 سنين أو 6 سنين علشان العالم الخارجي يعرفنا. فلما جت 11 سبتمبر كان انفتحنا على العالم الخارجي، ده هو اللي حافظ على الجمعيه ما خلوش الفاسده يقول لك جمعيه ارهابيه. خدت بالك؟ فجزء من المحافظه على نفسك من الفاسده اللي هو ايه؟ انك تبني جهاز المناعه الداخلي داخل الجمعيه. في مثلا في سياسات للتعامل مع الاطفال، في سياسات للتعامل مع النساء، في سياسات للتعامل مع في مع اللي هم الارهابيين اللي هم في المناطق اللي هي الصراعات المسلحه. كل هذه السياسات انت لابد تعلميها للموظفين اللي عندك. وفي فاسده بيسرقوا، يعني مثلا في احد الدول دون ذكر اسماء، الحكومه فرض على الجمعيه انها ما تشتغلش في اي مكان الا لما تدي قرشين للموظف. فكل الجمعيات اتحدوا مع بعض في البلد دي، برغم انها بلد فقيره 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 فقيره، مش فقيره ايه، فقيره لانها فيها فساد. فالجمعيات لما وقفوا وقفه واحده مع بعض كده، هو الحكومه اضطرت ترضخ لهم. فجزء من محاربه الفساد اللي هو بناء التكتلات، بناء النقابات، بناء الاتحادات. ها يعني يمكن تخطي الفساد ده طبعا، بس دخل ما هو ده. شوف ما انا قلت لك في بعض الدول في اماكن ما، انا مش عايز عشان ما ازعلش حد، التسلط الثقافي السلطوي لمن يحكمون هذه الدول بيجعل هذا شبه مستحيل. خدت بالك؟ وصلت الفكره؟ ما تبصليش بقى انا. يلا جزاك الله خير، شكرا يا اخت منار. طيب دكتور نستأذنك بريك صلاه 10 دقائق ونرجع نكمل الاسئله. انتوا هتخلصوا قد ايه؟ يعني هو في اسئله كتير، انا نفسي محضر 500. والمغرب الساعه كام؟ المغرب ناس له كام؟ الساعه 6 ل 5 تقريبا. والساعه كام دلوقتي؟ الساعه 4 وربع. احنا نخلص على الساعه 5 وتصلوا. طيب عشان قاعدين في البيت حزب الكنبه. ماشي. انا حزب الكنبه وانت حزب ايه؟ عشان بس تخلص مره واحده وتوكلوا على الله كله. طيب ماشي. لا اتفضل الاسئله عندك. طيب كان في سؤال، تعال اقف جنبي هنا بقى عشان الجمهور يشوفك. ده امر، هذا امر. تعال قول لي تقعد، كل هيقوم. ماشي. هو في سؤال بيقول، يعني حضرتك قلت ان احيانا بيبقى المؤسسه بتوصل لمرحله ما تمام، بس ما بتعرفش انها تعمل فكره نشر الفكر ديت او تبني فكر مجتمعي. انا مش بسال، يعني بسال ازاي بنماذج مقارنه، يعني لو في مؤسسه حضرتك حاضره في ذهن حضرتك دلوقتي، ازاي هي نقلت في فكر المجتمع وايه الاليات؟ يعني مثلا تقرير كل سنه، فيلم مثلا، ايه الاليات، ايه التيبس اللي هي ممكن تكون عملتها؟ هو اغلب المؤسسات العربيه مرتبطه بثقافه المانح وليس بحاجه المحتاج، وده خطيره جدا. سواء كان المانح ده فرد او حكومه او جمعيه اخرى. يعني كنت انا بتكلم مع احد الجمعيات من كام يوم كده، ان في خطوره جدا في انك تكفل 200,000 يتيم او 300,000 يتيم، واخد بالك؟ لان اصبح القانون اللي احنا عايشين فيه دلوقتي بيحاسبك على كل شخص انت بتساعده. فانت ممكن في الامر ده انك بتعمل ثقافه لدعم الايتام كلهم كقطاعات. فكان الرد من بعض المؤسسات دي انها بتقول لك ايه؟ بتقول لك لا، ده المانح عايز ياخد الصوره في ايده. فده لسه احنا بنتكلم في ايه؟ في 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 شيء يعني ايه، يعني قد نكون نتخطاه. واخد بالك؟ دي النقطه اللي هي ثقافه المانح، وده اللي حصل في سوريا الى الان. واللي احنا يمكن شيرنا فيلم، لو انت اديت لهم الفيلم، يا انت عندك فيلم بتاع 3 دقائق انتشر اللي هو بتاع التعليم، بتاع التعليم ده، ده جريمه في حق كل الجمعيات اللي اشتغلت في مناطق سوريا، ان احنا كل سنه بننخعهم اكل صندوق اللي انتوا بتعملوه ده. وده كان في الصومال، وده الناس مش عايزه، عايزه اشتغل. بياخدوا اللي هو صندوق الطعام ده اللي بكلفك 60-70 دولار، بيبيعوه في السوق ب 10 دولار. مش عايز الصندوق، عايز اشتغل. فدي ثقافه،
لك لا لازم اكلهم ولازم افطر الساعه. طب انا ممكن اعمل افطار الصائم للمحتاج، مش اعمل افطار الصائم لكل الناس، لكن انا بفطر الصائم ده احاول ابني كفاءه الصائم عشان بعد كده السنه الجايه ما اجيبلوش صندوق الاكل بتاع الافطار ده. ده الاصل اللي انا بتكلم عليه. طب ازاي نغير ثقافه؟ ما ده بقى ده المعركه بتيجي على ثلاث حاجات. ان اولا الجمعيه، انا هديكم مثلا دلوقتي، كنت انا لسه بقوله لعمر واحنا في العربيه، ده مثلا حقيقي لانه لسه في، انا اعرف مانح وهو واسرته من 30 سنه في بريطانيا، كانوا بيدونا مبلغ معين كل سنه، وبعدين جم غيروا المؤسسه بتاعتهم وعملوها من دوليه المحليه، فالابن بيحبني والاب بيحبني الاخر، فقالوا لا احنا مش هنساعدكم في المشروع بتاعكم ده. فالابن قال، فانا قلت الابن كذا كذا كذا، فقال لا ازاي ما نساعدكوش، لازم نساعدكم. فالمحامي بتاعه قال له انت مؤسستك مكتوبه انها ايه، تشتغل على المستوى المحلي. فبعض الموظفين اللي انا بشتغل معاهم قلت طب ما نعمل لهم مشروع محلي كده، و يعني زي ما بنعمل يعني ها، نعرف نحط الاوراق، قلت لهم على جثتي، ما نقدرش ما نعملش، نروح لهم بمنتهى الشفافيه، وده جزء من المشكله بتاعتك، منتهى الشفافيه ان احنا مش هنقدر نعمل ده لاننا مش عايزين نخدعكم، وبالتالي مش عايزين اموالكم. وروح لهم قلنا لا، قلنا ايه؟ لا، مرة واحدة تقول لا المانح بيحترمك. وانا قاعد بتكلم في كونفرنس كول من ساعتين كده، كلمني المحاسب قال لي الحمد لله غيروا القانون الاساسي بتاعهم عشان يدونا المنحة. مش انا كنت ممكن اضحك عليهم؟ ما احنا بنضحك على الناس كتير قوي 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 قوي، الدموع والعيون الحاجات دي كلها، كان ممكن عشان ياخد لي اي حاجة، لكن لا. يوم انت ما حسيت ان هناك قيمة وانك بتحترم المانح بتقول له لا ده غلط، مش هاخد منك. ده احد الامثله العمليه اللي حصلت تاني مع امراه كانت مانحه كبيره جدا، وكانت عايزه تدفع تبرعاتها للتلفزيون عشان قضيه الشيشان في بلد ما، واحنا كنا متورطين في حكايه البوسنه، عايزين نرجع المسلمين ازاي بعد سنه 95 و96 و97 لما جت السلام بتاع دايتون ده، مش لاقيين فلوس نبني الاماكن. فنزلت لها البلد اللي هي فيها وقعدت معاها واتغديت معاها وقلت لها عايز اشرب شوربه لسان عصفور. كنت انت معانا؟ لا. قلت لها انت ست استراتيجيه، حرام انك تحطي فكرك الراقي ده في حبه اكياس اكل. قلت لها عايزها ازاي؟ طلعتها هي لفوق، اي اليفيتد هير، خد بالك طلعت لفوق كده، وانت برضك المنح ده تطلعه للسحاب تخليه فوق ويديك الحاجه. انت لابد بدل ما ناكل الناس، وانا ممكن من التلفزيون اجمع ادي المبلغ بتاعك كذا مره، لان كل الناس شايفه الشيشان سنه 96. قالت لها ندفع نصرف الفلوس فين؟ قلت لها عايزين نرجع اللاجئين البوسنويين لبنانهم البيوت بتاعتهم مره ثانيه. قامت مدينا الفلوس. ففي مانح انت بتروح له بالميديا، في مانح انت بتروح له 1 to 1 to 1. فانت بتحدد سياسه كيف تغير ثقافة المانح؟ ما توديش لشركة كبيرة عملاقة بتشتغل مثلا في 2-3 مليار دولار، واحد فنكوش زي حالاتي ما بيعرفش يتكلم كلمتين. عمر ما حد هيقعد، ما تكونش أنت في الخليج وتروح تودي واحد وافد لواحد خليجي يقول له اديني، هيديله 10 جنيه أو 1000 جنيه أو 1000 دولار، لكن لو راح له خليجي زيه هيعرف أبوه مين وأمه مين، طب أنت خالتك دي مش كنت خالي متجوز. فبدل ما يبقى 100,000 و10,000 هيبقى مليون، واخد بالك؟ فده جزء من، ولما تقعد معاه يعني واحد لواحد، واخد بالك، هتستطيع انك تقنعه او تقنعها. وفي بعض الاحيان النساء بيكون اكتر عطاء من الرجال، فتبعت نساء. دور المراه الخليجيه في جمع التبرعات او العربيه ضعيف جدا، ضعيف، ما بننميش قدراتها، وهي اكثر تاثيرا ها على رجل وعلى امراه تانية زيها، لان من الاثنين. طب سؤال كمان. خلاص يلا ندير سؤال كمان. ماشي الله، انت ماشي معاك على طول. طيب حضرتك في البدايه خالص ذكرت موضوع الفكره والفريق وان اهم حاجه الفكره. احيانا الناس بيبقى عندهم قيمه يعني معينه، يعني حابب يخدم مثلا. قيمه يعني ايه؟ قيمه يعني قيمه يعني انا متربي عليها، قيمه اخلاقيه. ماشي، بس هو مش قادر ان هو يحس فكره، يعني هو مش قادر ان هو مثلا يقول والله انا هعلم الناس حاجه، وانا هشيل مثلا قمامه من الشارع. فمنين او ايه الوسائل والاليات اللي تخلي الواحد برضو ايه هي القيمه؟ قول لي مثلا، دي مثلا القيمه
يعني قيمه مثلا ان هو لما بيساعد المحتاج ربنا بيرضى عنه، فعايز ربنا يرضى عنه مثلا، طيب فدي قيمه مثلا. يبقى الفكره ايوه بتساعد المحتاج ازاي؟ يعني ازاي استلهم فكره، او ممكن قيمه تانية ان والله خير الناس انفعهم الناس في العلم مثلا، يعلم، يعني فالتعليم غير مثلا لما اشيل الزباله، غير لما والله اروح اقف في حته معينه بعمل حاجه تانية. يعني احنا كلنا مش هنفكر في فكره واحده. انت اتكلمت دلوقتي عن التعليم وخلي الناس انفعوا من الناس، واتكلمت انت في مشروعين مختلفين تماما. مشروع والسيده خديجه رضي الله عنها لما كان لما جالها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد البعثه وكان بولاده سرين، فقلت له ان والله ان الله لن يخزيك، في حد فيك حصل القول بتاع السيده خديجه؟ لن يخزيك ابدا، لانك تقري الضيف وتصل الرحم وتعين المحتاج وتساعد على مصائب الدهر وتحمل الكل. تأسيس لتأطير عمل مجتمعي في كل اللي انت قلته ده. كل واحدة من الكلمات دول مشروع او جمعية. فلذلك اكثر تحدي عندنا استاذ احمد هو ايه؟ كان ده تحدي بيني وبين واحد من المشايخ بسم الله المعيين يعني. قلت له احنا مشكلتنا ان مش قادرين نحاول النصوص الدينية الى قيم مجتمعية. بالك يعني شوف الحته اللي انا ذكرتها دي في المبلغ مع العائله اللي كانت بتدينا فلوس دي قيمه اسمها الصادق، قيمه الصادق الامين. كنا احنا امناء مع المانح وكنا احنا صادقين معه، فعشان كده غير سياسه الاي مؤسسه عشان يديك. وكان ممكن نقول له طب نعمل مشروع ومش حرام. فلذلك لما ننظر كان التحدي دلوقتي ايه؟ انا ممكن اكون حافظ 2000 حديث وجمال وهقعد واقول لك حاجه. طب انا عايزك انت بقى ايها الداعيه تحول الحديث ده لقيم مجتمعيه من خلال تنفيذ مشروعات على مستوى صغير او كبير تخدم المجتمع، تخدم المجتمع. انا هديك مثلا في حكايه الدعوه دي. في الشيشان لما كانوا بيجوا يقبضوا على الموظفين اللي عندنا في جروزني وبتاع ده عشان شكلهم مسلم يعني في التسعينات، فالشباب كان يقول لهم اما تقبض عليهم احنا ما بنشتغلش في الدعوه. قال لهم ازاي انت مش اسمك محمد؟ يقول له انت دعوه، من اسمك دعوه. انت مش مربي ده؟ يقول لك انت دعوه، وانت عشان انا حسناك لما تيجي تبني جامع وتيجي تلبس الحجاب وتلبس الطرح للناس، لا انت شكلك دعوه. شوف قد ايه البعد. وده حقيقه حصلت. كنا بنراقب من 7 أو 8 جهات استخباراتيه وامنيه، لان طبعا منطقه في صراع ما بين الحكومه وما بين ثوار مسلمين في الوقت ده. فالمناطق الصراعات حتى اللي هنشتغل فيها دي مش اي حد يشتغل فيها، مش اي يعني. العاطفه اللي عندنا دي بتودي في 60 داهيه شباب يعني مثلا في الشيشان دي كنا في 96 لما رحت انا هناك بدأ اعمل السلام الاول. قابلنا بعض الشباب اللي جاي من جهات معينه كده، اللي لابس بنطلون قصير وكذا وكذا وكذا، راكبين باجيرو الى اخره الى اخره. 97 يعني كان ساعتها يلتس عمل اتفاقيه سلام مع الشيشانيين وبدا الامر يستتب يعني قبل ما تحصل الحرب الثانيه. فكنا بنتكلم مع بعض الشباب في مناطق ما دون ذكر الاسماء، يعني احنا عملنا معاهد لتخريج القضاة. معاهد ايه؟ لتخريج القضاة مش الدعاة. طب بتخرج قضاة 6 أشهر وسنة. انا طبعا ابويا شيخ الله يرحمه وجدي شيخ الله يرحمه، وانا متخرج من الازهر الله يرحمني انا كمان كده برضك، بس مش شيخ لان انا طبعا انا مش ثانوية عامة، مش ازهري، انا ثانوية عامة. انتوا ازاي يطلع قاضي في 6 أشهر او في سنة او في سنتين؟ ده انا ابويا قاعد في الازهر 25 سنة عشان يطلع امام جامع واخد العالميه. ازاي احنا صرفنا احنا كذا احنا كذا احنا كذا. تلاقي شباب ماشيين صغيرين مش فاهمين حاجه منفعلين معاهم. وبعدين كان لما يجيبوا المعونات لا يحترموا اصحاب البلد. بمعنى ان انت جايب انت نازل بنفسك بتوزع. طب ما في هنا واحد اسمه وزير، خده بايدك كده معاه طلعه في الصوره معاك، خليه يطلع في اللقطة. احنا لما كنا نوزع بحب البقر كنا بنقول للوزير احنا هنوزع بقر، تحب تيجي معانا ولا لا؟ يقول لك حياك الله، لان لابد تخلي الوزير يكون عنده وجاهة في المناطق التعبانة دي كلها.
ده اللي انت بتسميه اللي العلاقه اللي انت بنيها بينك وبين المؤسسات اللي موجوده او المؤسسات المحليه. ما كانش في طبعا في الشات مؤسسات محليه عشان تاخدهم بايدك، كنت انت بتعمل لهم المؤسسات المحليه. فانك تتخطى مثل هؤلاء الناس بتستعلي عليهم بفلوس هي مش فلوسك. لازم نعرف يا بنات ويا شباب ان فلوس العمل الانساني ليس ملكك ولا ملك جمعيتك ولا ملك مؤسستك، بل هي ملك الفقير اللي هو بيدفع لك مرتبك. يعني نحن نتقاضى مرتباتنا من الفقراء، سواء كانوا في الصومال او في الشيشان او في البوسنة او في ميانمار او في من الرهنجا او الى اخره، او في اليمن او في سوريا او الى اخره. هم دول اللي بيصرفوا علينا. فلما انزل انا مع المجتمع المحلي بتاعهم واستعلي عليهم، انا مين انا؟ ها انا فنكوش. اسم المحاضره ايه؟ انا فنكوش. سؤال تاني ولا خلصت؟ يعني وقت اخر، وقت اخر بعد صلاه المغرب. يلا يا بنات، يلا مين عندكم قسم؟ الاخت الصوماليه انا عارف ان انتم مقاتلات، تعالي قاتليني هنا على المعرفه. ما عندكش؟ مش ممكن صوماليه ما عندهاش، لان الدراع اليمين صوماليه ودراع الشمال صوماليه. اتفضلوا. هلا يا بنات اتفضلي. اه اتفضل، تعالى جنبي. انت هاشم ولا هشام؟ انا اهو. انتوا قاعدين جنب بعض بقى. طب تعالى يا احمد. احمد تو. احمد تو. طيب انا سؤالي بالنسبه لموضوع الفكره بتعدي على كذا مراحل، قلنا فريق، مبادره، مشروع، مؤسسه. فالفكره نفسها طبيعه الحال بحكم الخبره بتبقى محتاجه تتغير، تتطور، تتطور وممكن تتغير ساعات. ممكن. يعني ممكن اتاكد ان انا كنت ساذج جدا عشان تكون دي فكره، وحكم ان انا اتعلمت في الحي او الشارع وكده فاتغيرت. ممكن. فازاي ادي لنفسي المجال ان انا اغير الفكره وارجع ليها كل شويه؟ انا كل ما اقدم خطوه عايز ارجع الفكره. طب لو انت عايز تطور فكره غير لما انت عايز تغير فكره، فرق بين الاثنين. لو هتطور فكره يبقى انت مركز عليها مع فريق العمل وتشوف التغيرات المجتمعيه اللي الصعوبات اللي كان بتتكلم عليهم اسمها اختنا ايه؟ منار. الصعوبات دي كلها يعني هقول لك حاجه، في العمل الانساني لابد نتعلم اربع حاجات. الا تصطدم باحد، لان انت بتشتغل مع عايز تنفذ للملايين اللي مستمحتاجك دول. لابد تكون شفاف شفاف شفاف. نمره اتنين. نمرة ثلاثة، إذا كانت قوانين الدولة تفرض عليك إن في جهات معينة ما تكونش في الجمعية بتاعتك بتحاول تستغنى عنها. خلاص؟ واضح؟ ولا مش واضح؟ واضح. واضح. ها؟ لو أنت عندك ميزانية كبيرة والمناخ الأمني اللي عندك ما يسمحش إنك تنفذها كلها، نفذ نصها. علشان ما يقالش عنك إن أنت يعني إمكانياتك غير عادية. يعني أنت مثلا إيه؟ أنا ما عنديش إمكانيات. الحمد لله، يعني يا دوبك المعاش بتاعي وخلاص. لكن لما بسافر واعمل حبه المحاضرات دول، الناس بيفتكروا ان انا عندي جهاز لايه؟ للابحاث وللتقطير وللتنظير وكاميرات واستوديو، وانا هو قدامكم تليفونات والاثنين ببلاش. يعني مش بدافع فيهم مراولين، بتعرفوا ليه؟ لان مع كثره المكالمات بيدوك هديه تليفونات. ما بلاش بتلع السجعه دي، اكتبها بقى عشان ايه؟ فيسبوك. خدت بالك؟ فانت في النهايه تعرف معي وتعرف معي الانسان. حبيت بقى في يوم من الايام تقف مع فريق العمل بتاعك عشان تغير الفكره، ده شيء تاني. وهعيد تاني المرحله من الاول. انت اتعلمت من الخبره دي، ممكن تتعدى خطوه او خطوه، لان انت معاك فريق العمل ومعاك الخبره بتاعه المبادره، معاك الخبره بتاعه المشروع، فهتخش بعد كده في تاسيس الجمعيه. طيب، لان انت بعد 3 سنين او سنتين من عمل المبادره وحبه المشاريع والانجازات دي كلها، لقيت ان المجتمع محتاج حاجه تانية. فانت الخبره دي بتاع السنتين دول، بدل ما تبدا صغير تاني، تبتدي بقى ايه؟ اما تبدا بمشروع اكبر او تخش على الجمعيه على طول. تدخل على الجمعيه بفكره تانية. لو هو عايز يغير. ممكن. او بنفس الفكره نفسها. يعني هو بيقول انا عايز اغير. خلاص، لكن هو في الثلاث سنين دول الاء، مش كده؟ في الثلاث سنين دول يا الاء خد خبره كبيره جدا. يعني ما هوش نفس الرجل، ما هياش نفس البنت زي حضرتك اللي هي لسه بتبدا في الضلمه مش عارفه تعمل حاجه. عارفه وعندها مسانده مجتمعيه وعندها ثروه فكريه وعندها انجازات وعندها اخفاقات، فمش هتبدا من الصفر تاني. طيب. مش هتبدا من الصفر تاني، خلاص؟ طيب.
طيب بين عدم في مرحلة تجنب الصدام ازاي الواحد يتجنب الصدام في نفس الوقت برضه ما يخضعش للقوانين او للقيم هو مخالفة ليه؟ يعني ايه قوانين وقيم مخالفة ليه؟ يعني مفيش دلوقتي مثال حاضر صراحة في ذهني، ولكن مثلا مش عارف حاجة ظهرت في بالي، ان انا مش عايز مثلا يكون في سياسات تخليني اتنازل عن قيم ليا لمؤسستي فانا بالتالي اخضع. ايه هي القيم؟ شفافية مثلا، اضطر ادفع مثلا رشاوي مثلا للحكومة عشان اسمح تسمح لي ان انا اشتغل في الارض، القيم دي. لا الرشاوي دي مش موجودة، مش موجودة كتابة، لكن موجودة بديهيا. ما انا عايز اعرف لاي مدى الواحد بيعرف يربط بين الحبل بين ده وبين ده. هو بتحاول تتعامل معها بطرق مختلفة، ان يكون لك ناس يساعدوك، لان مش كل موظفين الحكومة سيئين، في بعضهم سيئين والغالبيه تكون مش سيئين. دي نمره واحد. السياسات اللي اي حكومه بتفرضها عليك لو ما نفذتهاش هتبقى انت خارج على ايه؟ على القانون. خلاص؟ فانت بتوزنها. في بعض يعني هقول لك حاجه، هديك انا مثلا لما جينا نشتغل في اول مشروع في جنوب السودان بعد الحرب الاهليه ما بين الشمال والجنوب ما بدات ايه تقف. احنا مسلمين واسمنا اسلامي كجمعيه ودول مسيحيين. وقبلك وفي منهم غير مسيحيين برغم ان في جنوب السودان حوالي 30% مسلمين. فروحنا قعدنا مع مين؟ قعدنا مع الحكومه بتاعت اللي هي المقاتلين بتوع جنوب السودان والجيش الشعبي اللي كان رئيسه جون جرانج، وقعدنا مع الحكومه في الشمال عشان نقول لهم احنا هنشتغل في الناحيتين عشان دول يفهمونا صح ودول ما يفهموناش غلط. لما رحنا قعدنا معاهم المسيحيين في كينيا عشان نتفق معهم قالوا حياكم الله بس انك اخترتهم. لما نزلنا نشتغل قلنا نشتغل في مشروع ما يعمل لناش مشاكل. هتقول مدرسة هيقولك انت بتعمل دعوة. خلاص؟ هنقول صحة هنقولك بتعمل دعوة عن طريق الصحة. اشتغلنا في ايه؟ اشتغلنا في المية. في بلد تانية لما رحنا فيها محتاجة كل حاجة. اول مشروع اشتغلنا فيه كان مع الاطفال المعوقين. ده فيها دعوة والولاد بيعرف يجري والبتاف من ساعة الولادة ساعة دخول المدرسة. فكان أنجح مشروع في هذه البلد السلطوية. وكان تاني بالنسبة لي كان أنجح مشروع. خلاص مفيش. لما جت بعض الجامعات أخرى تتهمنا بشيء اللي كان بيدافع عنا هم أعضاء الجيش الشعبي لما مش مسلمين لما مسيحيين. قال لا دي مؤسستنا لأنهم شافوها بتحفر كل أسبوع بير او كل شهر بير وحلت مشكله الميه في ربع الولايه اللي كانت فيها. فلما تنظر لخدمتك للمجتمع دون ان تصطدم بشيء وتختار المشروع اللي مش هيختلفوا عليه وما تبداش كبير. لو انت بدات كبير ما ضربت لك هذا المثل في بلد من البلاد الافريقيه كان الموظفين بيفرضوا نفس الموضوع ده. فلما اتحدت المؤسسات مع بعضها قالوا لا فبدات الحكومه تغير ايه سياستها مره ثانيه. خدت بالك؟ فكل الحاجات دي كلها اما على المستوى المحلي واخد بالك. ودايما كان احنا عندنا حاجه اسمها زمان شيخ الحاره. لما يجي حاجه في الحاره قبل ما تجيلك القرار يجي الشيخ بالليل اللي هو الحاره ده يبلغ لك القرار عشان لو انت عايز تهرب تهرب، عايز تعمل اي حاجه تعمل حاجه، ممكن انت سرق حاجه من البيت. واضحه؟ في حاجه ثانيه؟ طيب البنات اتفضلي تعالي هنا عندي عشان صوتك. ها؟ صوتي عالي. اسال من هنا ممكن ولا؟ طيب اسالي من هنا. استغلال الجمعيات الإسلامية في العالم الإسلامي. الجمعيات الخيرية لأجندة سياسية. تفضلي. فأنا اليوم كصاحب مؤسسة خيرية شلون أحافظ على مؤسستي إن ما أدخل في المزاهة أو ما أتوجه التوجه؟ يعني لاحظت في مؤسسات كبيرة يمكن بدأت بداياتها ما كان غرضها من الأساسي لكن بعدها إنها انخرطت لا إراديا أو إنها ما أعرف شنو السبب الأساسي بس دخلت في مزاهة كبيرة وكلها مزاهة سياسية. يعني كيف انزلقت بعض المؤسسات الإسلامية الخيرية في المنزلق السياسي؟ نرجع لحكاية سياسة المانح. في بعض الجمعيات ممكن تعتمد 90% على ثقافة على المانح الفرد
او الشركه او الاخر. في بعض المؤسسات بدات تاخذ من الحكومات. من ياخذ من الحكومات؟ مش بقول لك ان الحكومه وحشه، لا، اللي بياخذ من الحكومات لابد ان هيلتزم بجزء من سياسه الحكومه. يعني اما اخذك معاك على العالم الخارجي كله، كل دوله اوروبيه وامريكيه وكنديه عندها وكاله للتنميه لدعم العمل المجتمعي على العالم كله، سواء كان في افريقيا او في اسيا او في امريكا اللاتينيه او الى اخره. هتيجي تقولي لي انا وانا حكومه بريطانيه انا هاخد فلوسك، انا حاطط معايير تصرف الفلوس دي، انا حاطط مش عايزاها ما تاخديهاش، حياك الله. واخد بالك؟ لكن لو بدات تعتمدي عليها بقى ده الخطوره. يعني مثلا في مؤسسات عندنا موجوده بدات تعتمد 50 ل 60% من ميزانيتها من الحكومات، خلاص فقدت اهليتها، فبقت بعد تنفذ تكون هي جزء من وزاره الخارجيه. يعني اليو اس اي دي مش هديك حاجه كده علشان يعني انت ست كويسه، لا، انا بنفذ السياسه، اتفقت معاها في السياسه وما اتفقتش انت حره. ديفيد مش عارف جيكا جايكا في في اليابان، سيدا هاجا كذا 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 كل مكان الى اخره. فلما ننظر استقلاليتك بيجي ازاي يا اخت رضا رضوى روضة من الجنة، ده أغنية أم كلثوم دي، صح مش كده؟ روضة من الجنة، واخد بالك؟ مش كده برضك؟ حضرتك قادر يا حضرتك قادر، يعني ما تعرفش أم كلثوم؟ أعرف ما تعرف أم كلثوم؟ بعض الناس قالوا عنها إنها كانت يعني من الصحابة، واخد بالك؟ فلو أنت اعتمدتي على هذا الدعم، زي ما أنا هقول لك حاجة، داعم تقليدي لا يؤمن الا بثقافه المجتمع اللي هو فيها، مش هيديكي الفلوس الا يعني. مثلا مره احد الناس قال لي الفلوس دي انا لازم اديها كاش للمتضررين، ده الكلام ده من 20 سنه او 25 سنه. قلت له ما ينفعش ما ينفعش، قال لا لازم، لان في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انك ايه، لابد انك وانت بتدي المعونه للشخص ده تسلم عليه. ما ينفعش دلوقتي. فلو انت اعتمدت على الدعم التقليدي ده هيكون السياسه بتاعته اسوء من سياسه الحكومه اللي بنتكلم عنها. فانت استقلاليتك باعتمادك على المتبرع البسيط وعلى اهليتك في العمل وعلى قدرتك، فهتخلي المتبرع الكبير ده يجري وراكي من اهل او سواء كان حكومه او كذا علشان تاخد الفلوس ويحط اسمه جنب اسمك. وزي ما انا سالتك من حقك انك تقولي للحكومه لا شكرا ما اقدرش انفذ المشروع، بس بمنتهى الادب كده عشان ما تصطدميش بيها. لكن لو انت دخلتي في المنزلق ده، انا مش عايز اذكر ذكر اسماء، في الغرب بالذات في مؤسسات كثيره جدا اصبحت مستانسه، وكلما ازداد الدعم الحكومي لمؤسسات ما كلما قل اللي هو ايه الاستقلاليه المؤسسيه لها. يعني انا يوم اول مره ما رحت الشيشان مش عارف المره الاولى ما كان في حرب في ديسمبر 94، وكان في حرب في 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 99 اخر 99. لما احنا ودي في حرب 94 دي، لو احنا ودينا الشباب يعني شاب اسمه مصطفى عثمان، هو مدرب من المدربين المتالقين دلوقتي، ومعاه شاب تاني باكستاني، وراحوا في عز التلج في يناير، كان التلج كده يعني 50 60 سنتي الى اخره الى اخره. وكان ساعتها برنامج اذاعه الام بي سي كان موجود هناك، كان في واحد اسمه اسعد طه اللي كان بعد كده راح البوسنه الى اخره الى اخره. فلما راحوا هناك كان ليه؟ لان احنا كان عندنا الاستقلال في اتخاذ القرار السياسي للمؤسسه، ده قد يكون ضد توجه الحكومه البريطانيه، دي منطقه خطره ما تروحوهاش. انا لما رحت بعد كده في 99 كان الحرب هتبدا مره ثانيه للحرب الاخيره دي. لما ردوا علينا كنت انا في ايه؟ كنت في موسكو ونازل على ايه؟ على جروزني. لان عندي استقرار سياسي. انا باخد القرار بتاعي عندي، مش محتاج اموال الحكومه. لكن لو استنيت او انتظرت للقرار السياسي بتاع الحكومه هلتزم بيه طالما انا سالت، لكن طالما اخدت الاستقرار السياسي والحمد لله في المرحله الاولى والمرحله الثانيه كان لنا يعني انجازات غير عاديه. لان اتخذت قرار سياسي وعملنا يعني في الحرب الثانيه دي عملنا اللي هو دراسه الجدوى، دراسه الحاجه
وكنا زودنا الميزانيه من 10,000 دولار اللي كان مسموح بها للانفاق الى 100,000 دولار الى مليون دولار في 10 ايام وفي اسبوعين. بعد البرنامج ده بعد الزياره دي كان استمرت اسبوعين. كنا احنا قبل الامم المتحده وقبل السلم الاحمر الدولي على الاطلاق، واخد بالك؟ في بعدها بثلاث اربع اشهر كنا صرفين 2 مليون دولار. لكن كان في مصداقيه، كان في تضحيه، وكان في ثبات، وكان في برنامج، كان في شفافيه الى اخره. وحتى اصبحت مخازننا احنا في المناطق دي هي اللي بتستعملها برنامج الغذاء العالمي عشان يخزن المواد الغذائيه بتاعته. فاستقلاليتك بقوتك اللي بتتبني مش على بقى اصل ده سحب ده، لا، على البرنامج والموظفين والسياسات والشفافيات والحوكمه الى اخره. يلا يا شباب، عندي سؤال لي. اتفضلي جنب انت بقى. في ثلاث اسئله تاني انت؟ لا انت تخليك نحل بيك. اول سؤال كلمني الجمهور. هو انا مش يعني مش عارفه ليه علاقه شويه بال قولي هنعمل له علاقه. فكره ال يعني مثلا عايزين نعمل حلول لمشاكل معينه مثلا، هي مشاكل مؤقتة يعني مثلا في مثلا مشكلة مثلا في الصين مثلا، أو مشكلة لاجئين، أو مشكلة معينة احنا عايزين نعمل لها حلول، زي تنمية مثلا أو حاجة مستمرة مثلا تعليم أو كده، بس هو موضوع مؤقت مثلا زي البوسنة أو كده، واحنا عايزين نعمل حلول مستدامة أو مستمرة، ده هيضطر ان احنا ندخل فيه في حاجات سياسية شوية، أو ان احنا نكلم حكومات، أو ان احنا ندخل في جانب يعني مش بس عمل انساني او عمل ايه. مثال ايه؟ زي اي 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 مشاكل طيب زي ما قلت، زي مثلا اللاجئين السوريين او البوسنه او الفلسطين، احنا عايزين نعمل لهم حاجه مستمره. فده معناه مثلا انا مثلا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، فهم مثلا في لبنان مش بشكل مستمر، بشكل مؤقت. نعم. فبالتالي حلول اي حلول نحاول نوصل لها هي حلول مؤقته. نعم. فلو احنا عايزين نعمل حل مستمر، ده معناه يا اما نخلي نكلم الحكومه اللبنانيه مثلا انه توفر تبقى الارض دي مستمر، او ان احنا هنكلم او احنا هنكلم هيبقى موضوع سياسه ان احنا نرجع نزي ارضها تاني. نعم طبعا. يعني ازاي بقى نحل؟ ازاي بقى؟ شوفي، المشكله اللي انت تقدري تحليها من الالف للياء هتحليها. المشكله اللي مرتبطه بشركاء اخرين هيبقى صعب انك تحليها لوحدك، وخاصة لو كانوا الشركاء الآخرين دول كانوا هم إيه، حكومات. يعني أنت مثلا نزلتي في مدينة في مصر مثلا أو في قرية في مصر على مستوى حي من أحياء القرية دي كلها، وقلتي للعمدة إحنا عندنا ميزانية إن إحنا نوصل المية، واخدة بالك، لمية بيت. أنت قادرة على أن توصل المية لمية بيت. لكن لو أنت عايزة بقى تنزلي على مستوى المحافظة وتغيري سياسة المحافظة في توصيل المياه للبيوت وبما مشروع جديد، يبقى انت لازم المحافظه دي تخش معاك شريك، سواء هي رضيت باللي انت جبتيه او ما رضيتش. فانت هتتنازلي على جزء من اهدافك من اجل انك ايه، تمشي المشروع. وده مش غلط، في حاجه اسمها سياسه وين وين سيتويشن، يعني انت تكسب وانا اكسب. حتى في الحروب المنتصر بيكون خسران، لان مفيش نصر في اي حرب من غير ايه، من غير دمار لمجتمع او قتل الابرياء الى اخره الى اخره. فلو انت الواحده صاحبه القرار على مستوى الحاره او حتى المدينه، زي ما انا قلت لكم في وراب اللي هي بتاعه جنوب السودان دي، الوالي سابنا نشتغل. ففي ثلاث سنين حلينا مشكله المياه في 25% من حاجه المحافظه للميه، خلاص، لان كان محتاج الميه. ولك اتفضلي، يعني في مجتمع لسه ناشئ جديد، مجتمع ما فيش حكومه قويه متجدره، في مؤسسات دوله متجدره. الكلام ده في 2007 او 2004 او 5 كده، بلكن لسه الحكومه لسه ما اتشكلتش في المناطق دي كلها. لكن هتروحي في منطقه فيها بلديات، الفيلم اللي انا بعته لكم ده شفتوه؟ مش انا اللي بعته لك، انا بعتهم للمجموعه بتاعتك. اللاجئين السوريين، لا، وفي فيلم ثاني، في فيلم ثاني، لا، في فيلم ثاني انا بعته، ان في فيلم ثاني كان عن الاسواق الشعبيه. ده بحاول لك بقى عشان ايه، الاستقلاليه ازاي والاستمراريه ازاي، الديمومه مش الاستدامه. اهم حاجه في الاستدامه حاجتين: تجعلي ابناء المجتمع قادرين على الكسب بعمل ايه، بعمل المشروع ده، الف اسواق شعبيه،
انت قاعده متجوزه مخلفه 5 6 عيال وما عندكيش اي ميزانيه لا انت ولا جوزك. انا بقول لك هعمل لك مظله هديها لك بالايجار في اليوم، هتطبخي بقى كشري، هتطبخي مهلبيه، هتطبخي كذا، هتيجي تاجري الترابيزه باليوم على حسب الميزانيه المتاحه عندك انت واولادك. يبقى انا بجعلك قادره انت واولادك على انكم يكون لكم دخل يومي. واخد بالك؟ اهم حاجه هنا الدخل اليومي. عشان تقدري تفكري في المرحله ان حول الدخل اليومي ده لشيء ثابت. كذلك في حاجه ثانيه بالنسبه للفلاحين، المزارع المجتمعيه. خلي بالك احنا مش شيوعيين ومش اشتراكيين، احنا مجتمعيين. بالنسبه لحته الارض الكبيره دي انا كجمعيه اجرها واقسمها وادي كل قطعه منها لفلاح من الفلاحين يزرع عشان ياكل منها ويبيع منها واجرها له. انا مش هشتري الارض دي من الفلاح لان انا امكانياتي مش ههدرها في قطعه واحده. فانت كفلاح هنا بيعمل لك نفس الدخل اليومي يجي مع المحصول. ده حاجتين. نمرة جيم، ده لو كنت انت صاحب القرار، خلي بالك كنت انت صاحب القرار. نمرة جيم اللي هو الحرفيات المهنيه، ان انا اشجع على الصناعات اليدويه. انت في البيت ممكن تعملي سجاده. لو حد فيكم راح تركيا شاف البازارات اللي هم عاملينها في الشوارع دي، ناس بتجيب اي حاجه تبيعها. وعندنا حاجه بريطانيا كده برضك، عندنا حاجه اسمها الاوبن ماركت، كل يوم بتاجر ترابيزه. ساعات تلاقي خضار بيتباع، ساعات بتلاقي لحوم بتتباع، ساعات تلاقي معلبات تتباع، ساعات بتلاقي كيك والحاجات دي او حاجات قديمه بتتباع. في حاجه اسمها كاربوت سيل. كاربوت سيل ده معناه ايه؟ معناه كل واحد زي حالاتكم كده عنده دخل جميل وعنده الحاجات القديمه في بيته عايز يخلص منها، بيروح مكان الكاربوت سيل ده يحط العربيه بتاعته ويفتح البوت بتاع العربيه ويحط الحاجات اللي عايز يبيعها، كانت فازه، كانت زهريه تانية، كانت كمبيوتر قديم. وناس مش 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 مش, مش, مش فقيره، ناس عندها دخل لكن عايزه تخلص دي. وبدل ما كان الكمبيوتر ماركه عنده اللي هو الديناصورات القديمه دي، واحد عايز ياخدها عنده، واحد عنده صور، عنده لوح، عنده كتب، عنده الى اخره. فدي الحاجات دي انت ممكن تعمليها كجمعيه دون ان تصطدم. لو كان الامر اكبر من كده لابد تكون لك شريك تخش مع الحكومه، ومع الحكومه يبقى العمليه سياسه وين وين سيتويشن. يعني قصدي انه يعني انا اقدر ان انا اتكلم عن حقوق الناس دي او ان انا اوجد لهم حلول ولا بس انت من حقك تتكلمي دون ان تصطدمي؟ ما هو فوق حتى لغه الكلام، لما انا هخش في معركه سياسيه في الكلام هيتقفل الباب من اول يوم. لكن ايه رايكم نحاول نساعد؟ يعني لما تقولي كلمه حقوق اللي بتعمل كهرباء لبعض الناس، ها كهرباء كان في لاعب في الزمالك اسمه كهرباء ولا اسمه ده كان في الزمالك ولا فين؟ لسه موجود بيكهرب الناس؟ ها اسامه محمد صلاح سموه بومبا؟ لا مش في تشيلسي قال له بومبا لما كان بيلعب مع تشيلسي؟ مش جمهور تشيلسي قال له بومبا؟ صحيح، وجاب لهم جون بومبا. فانت يعني اتعلمي لغه الحوار مع المسؤول اللي هو كان يكون مهم بكلمتك، لكن ما يقدرش على الملأ انه يعلن عنها، فانت ساعديه. احنا نقول ايه؟ طب دي غلابه قوي، مش حقوق وانت حالك واجب وانت ها شفتي ها دي خليك الكشي وقفل الباب قدام. قصدي في امكانيه طبعا في، لان ما فيش في كل دار حكوميه يعني نسبه الفساد ما هيش في 100%. عمرها ما كانت 100%، عمرها ما كانت 100%. في ناس طيبه وناس كويسه وناس هتساعدك. يعني في امكانيه كبيره تقدر تدخل وتحقق يعني. بس شوف 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 هقول لحضرتك حاجه، زي ما قلت المثل بتاع الناس نعرفه من 30 سنه دول ورفضت ان اعمل لهم مشروع كده المصداقيه بتاعتك هتخلي الناس تؤمن باللي انت بتقولي بيه، وبالك بدون انت ما تنفذيه هيقف معاك. جربي هتتعبي، هيعمل لك صداع بس جربي. يلا مين تاني؟ بس ايوه اهلا، الله اكبر مقدشيو، تعالي عندي هنا. لا انت تيجي بقى، انا نفسي اقف جنبك، انا نفسي، انا بروح الصومال كتير خلي بالك. لا تعالي عشان تكلمي الجمهور، عشان رئيس الوزراء بتاعكم كان صديقي. مش هو جاي من النرويج؟ ما اعرف والله. طب
طب تعالي بقى انت العصا العصا اتفضل يلا اقف هنا كلم الجمهور مش انا ما تبصليش تعالي ما تخافيش انا هبعد انا هبعد لا كلمي دول إذا شافت أو سمعت إن في دولة محتاجة لإغاثة على طول فكرهم يروح مثلاً لآبار لأطعمة أيوة. لهذا فإحنا نبنغير فكر هذه المؤسسات التطوعية إن لا يعني مثلاً هذه الدولة محتاجة لشباب يعمل البطالة فيها نسبة البطالة مرتفعة فإحنا على الأقل نبي مدارس مهنية عشان هالشباب يستغلون ثرواتهم يستغلون أراضيهم أيضاً كذلك نحتاج أن نغير فكر يعني أفراد المجتمع عن صورة الإغاثة أو صورة المراكز التطوعية لأن مو أي إغاثة تعني توصيل يعني الماء أو يعني أكل يعني معونة لا في إغاثات تعني إنه يعني توعية الشباب أيوة. تحريك الشباب الله فلذلك شلون نغير أنت بتعزفي على قلبي تعالي كملي عزف تعالي كملي عزف قربي كده عشان تكملي عزف فلذلك بيقولها بالإنجليزي ميوزك تو ماي إير كملي اعزفي اعزفي فلذلك يعني كنت ابي اعرف شلون نغير فكر المجتمع شلون نغير فكر هالمراكز التطوعيه الجديده بعضها يكون جديد فعبالهم منها يعني هم قاعد يسوون شيء كبير انهم قاعد يعني يوردون هالمؤن فاحنا نبي نغير هالفكر شلون نغير هالفكر كيف نجدد فكر التطوع او الاغاثه للشباب بالمراكز طبعا دي المعضله الكبيره اللي انا واقع فيها يعني من سنين كيف نغير احنا ممكن في الاول خالص وانتوا جيتوا بس متاخرين ان احنا وصلنا من الجمعيه للمؤسسه للفكر دي دوره خدت لها 35 سنه عشان تاسس المؤسسه تغير الفكر جزء من تغيير الفكر تعرفوا ايه هو ايه هو تقديم النموذج ها تقليد انت يمان يا بيس ها جزء من تغيير الفكر يا بيس ها ادينا بيس يا بيس الانوفيشن يا بيس ادي لي حتى فرنساوي بقى وي ها تفضلوا ها سؤال جزء من تغيير الفكر ايه هو الجزء ده تغيير اجيال احس قربتي نفهم طريقه تفكيرهم من الاول قربتي بناء كوادر يعني قربت بناء كوادر قربت تنفيذ شباب نعم شفت انت اول ما بدات ازاي تعالي كده عشان ايه تقولهم انا صاحبة اول خطوة خدت بالك عدم وجود الشباب في الهياكل دي كلها بيخلي الفكر متكلس متحجر متصلب واذا تصلبت الشرايين في قلبي مت صح وفي رجلي قطعت رجلي حقيقة وتتكلس وتتصلب وتتحجر لعدم تجديد يعني مثلا تخيل انت ان الخلايا اللي في بتاعت الدم ربنا بيغيرها كل 120 يوم لو فضلت زي ما هي هتقفل كل الشرايين كل الاوردة مات الانسان فلذلك المغير لهذا الفكر هو فردية وجود الشباب داخل مش بس في الجمعية داخل مجالس الادارة داخل مجالس الأمناء الشباب معناها ايه مش شباب يعني ذكور ذكر وانثى واخد بالك ده الجانب الثاني عدم وجود المرأة اللي هي بتساوي المرأة هي مش شابة يعني زي والدتك زي خالتي زي عمتي الى اخره ليه لان رؤية المرأة للعمل الاجتماعي والعمل الانساني تختلف تماما عن رؤية الرجل تماما تكمل يعني مش بتضربه اديكم مثل ما اعرفش ادي الامثله بتحبوا انتوا الامثله كده رحنا لا الصومال هقول لك عليها بعد شويه واخد بالك لان الصومال دي حبيبتي كنت هتجوزها بس ما رضيتش واخد بالك ده الصومال ما بصليش انت ابو عين مسيد فلما رحنا في 2007 قلنا بنزور النيجر ومالي وتشاد وكنا على الطريق كنا رحنا على ليبيا قعدنا بس في يوم كده عشان ترانزيت خدنا معانا 3 بنات الرحله اللي قبلها رحنا منديرا في شمال كينيا كانت اللحانة بسم الله ما شاء الله قد كده هو والارض هناك حمراء وكان في العربيات اللي احنا فيها ما فيهاش تكييف فاضطرينا نفتح الايه الشبابيك فدخل الغبار الاحمر على 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 الدقون السوداء فاصبحنا شكلنا ايه شياطين حمر
لما جينا نقعد مع النساء والاطفال كانوا بيعيطوا، احنا ناسين شكلنا معفن يعني، واحنا طلعنا مش عارف في المندره يمكن بالعربيه ساعه ولا ساعه ونص، وبقى الشبابيك مفتوحه والتراب عليك، فرفضوا حتى الحمار. والله كنت بكلم حمار هناك، كنت شفت الحمار لما بكلمه، كنا بنكلم كان فيها مجاعه 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 يعني مش عارف 2004 و 2005 وبلعب مع الحمار يعني بقول له كلمتين كده، وعم محمد عند البيت ايه او واخد بالك، فالحمار هزل ليله هزت غضب ونخر نخره غضب، وبص لي بصه ازدراء وقال ايها المستحمر المتحمر انا لا اكل ولا اشرب ويرهقوني بالعمل، وانت جاي تلعب معايا؟ الشاشه كان حرفصني، كان المجتمع ده كده. السنه اللي بعدها لما رحنا في النيجر وتشاد ومالي عرفنا بقى اللعبه، لا لازم ناخد معانا باخوات، خدنا معانا ثلاث بنات، واحده فيهم كانت مسيحيه والتانيين كانوا ايه مسلمات. كميه السعاده اللي كانوا شعرت بها النساء والاطفال وهم قاعدين على حجور البنات دي واحنا من بعيد بقى، الله ده احنا كنا مجرمين. لذلك الغرب سبقنا بدي انه استعمل المراه علشان تصل لهذا المجتمع اللي هو الاطفال والايه والشباب، يعني يساوي 70% الاطفال والنساء يساوي 70% من المجتمع. فده النقطه الثانيه. النقطه الثالثه اللي احنا بنتكلم عليها ان احنا ايه المشاريع انت قلت عليها دي مشاريع احنا مشينا فيها. انا بدل ما احفر بير يقلل من مخزون المياه انا حابني سد يزود من مخزون المياه. يعني مثلا عندك في الصومال، انا كنت في هرجيزه السنه اللي فاتت في رمضان، بسم الله ما شاء الله، واحنا طالعين كده لغايه ما توصلوا على البحر الاحمر، ست ساعات في العربيه من غير نافيجيتور، مش كناش عارفين رايحين فين، انا بنلف نلف 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 نلف. السيل لما بينزل بينزل يمشي بسرعه هائله، يروح على فين؟ على البحر او على المحيط. شفتها دي في هرجيزه، وشفتها في جيبوتي. جيبوتي ساعتين بس او ساعه نزلت المطره اتقفل الطريق، كل الماء دي رايحه على فين؟ على المحيط. خدت بالك؟ فانا عملت سدود ان شاء الله تكون سدود بلديه او حفاير عشان استفيد من هذه الاشياء. يبقى اصبح صحيح في احاديث في المياه على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لابد احنا مع المجتمع ده نبني السد. فكان كل رحلتي السنه اللي فاتت في الصومال بناء السدود بناء السدود بناء السدود، بناء الحرفيات اللي بتتكلم عنها دي كلها، الزراعيات اللي بتتكلم عنها كلها، كل الحاجات دي، لان هم دول اللي حيبنوا المجتمع ويخلي الام والاب يعملوا مدرسه ويعملوا مسجد. من بدا ايه مسجدا الاحاديث. طب انا عايز ابني فردا، عايز ابني فردا، عايز ابني اسره، هي اللي هتبني المسجد ولا هتحافظ على المسجد ولا هتبني الاقتصاد بتاع البلد ده كله. فانا واقف معاك 100%، لكن شريطه ان يكون جزء من الهيكل الاداري لاي جمعيه الشباب والنساء. وايضا كذلك الشباب، يعني احب اقول هالشيء ان الشباب ما يستهينون بافكارهم اي شيء. يعني احنا عندنا تطبيق للشباب، يعني الشاب مثلا فكره جميله تكون في باله يقول لا المجتمع ما راح يتقبلها، انا ما راح، لابد يحاول. فهذا الشيء اللي احنا يمكن انا لما عن الغرب انهم الافكار اللي عندهم، حتى انا ما يعني ما اقول ان هي صح وخطا، لا هم افكارهم لهم، يعني اي شيء في فكر الشاب على طول تحسين انه يعني المؤسسات تساعده لان هذا شاب قام شيء. احنا لا، الشاب يقول يفكر باشياء كثير، يفكر بالمجتمع ايش راح يقول عنه، يفكر هل بتجيني يعني مساعده لاني مثلا شاب غير منتمي لهالدوله ان انا اجنبي عنها، فهل هتجيني المساعده اللي راح تجي مثلا يعني المواطن في الدوله ولا لا، تفكير بفكر الوالدين عنه. ففي اشياء وايد تحسين تحس تمنع الشاب انه عن القيام او العمل، او تحبط ولا تمنع. ايوه تحبط. فاحنا شلون نغير فكر يبقى الشاب يبقى انت فكر ايوه بيشتغل على ايوه عايز تنظر لهذه الاشياء. فاحنا شلون انا ما كنتش مفروض اتكلم، لو كنت انت موجوده من الاول تكلمي هنا خلاص قضي الامر، لقد استطعنا ان ننجز في هذه القائده صح. مش انا قلت لك صوماليه؟ بس انا اعشق الصومال يعني، وبحب الصومال، انا احب افريقيا جدا يعني، السودان يعني في دمي وليبيا في دمي والصومال في دمي واخد بالك، وكل الحتت دي كلها. انا رايح في رمضان ادعي لي كده، رايح موزمبيق وملاوي وزيمبابوي، تيجي معايا تفسح هناك يعني واخد بالك. فلذلك كل الكلام اللي بتقوله ده عايزه بس شاب او شابه
يبداوا يزرعوا الثقه مره اخرى في اللي من حولهم. وانتم زي ما شايفين كل المبادرات على الانستغرام وعلى الفيسبوك اللي بيعملها الشباب، انتم كلكم بتلتفوا حواليهم. التفوا حواليهم شيء، لكن انتم اعملوا شيء ثاني خلاص، واعملوا حاجه بسيطه تنجح ان شاء الله. انا موافق 100%. سعيد لانك رفعت روحي المعنويه. شكرا، جزاك الله خير. هتتكلم تاني؟ تعالى. ها الساعه انت الساعه كام دلوقتي؟ خمسة ودقيقة. انتوا احرار، انتن حرائر وحرائر وحريرات. احنا احرار كلنا، انت هم حرائر وانت حر، انت مالك انت؟ في حاجه تانية يا شباب؟ طيب الامر اليكم، يعني هو انا شخصيا مش يعني مش بعتش اسئله. لما انت بتشبع الشيء بس هم يمكن يعني عايزين حاجات تانية يعملوها يعني. طيب فشوف، حد عنده سؤال؟ نختم باخر سؤالين مثلا، يعني كمان نص ساعة؟ ممكن اختم سؤال. احنا موجودين دلوقتي في الدوحة، يعني ممكن فيها، بس فكرة ان هنبدأ اي مشروع او اي فكرة في الدوحة اعتقد معقد جدا يعني. فيستلزم ان احنا لو عندنا فكرة وعندنا مشروع وعندنا كل الحاجات دي، ما نقدرش ان احنا نتأهل. في افكار ممكن تنفذيها على ارض الواقع المجتمعي بايديكي ورجليكي، في افكار بتنفذيها على مستوى اللي هو السوشيال ميديا، واخد بالك؟ يعني في وسائل كثيره جدا عن طريق السوشيال ميديا تدعمي. مش يعني مثلا اعرف بنات زيكم في اماكن مختلفه عملوا مبادرات وساعدوا جمعيات، وراحوا هم الفلوس ما جاتلهمش، بس راحت للجمعيات اللي موجوده في اماكن مختلفه، هم سافروا كسفيرات وسفراء لمثل هذه الايه جمعيات في تطبيق مثل هذا. ممكن نكتب يعني تعملوا الفريق اللي احنا اتكلمنا عنه ده، يكون فريق ديجيتال، بسموه ديجيتال، ديجيتال working group، وتتحول. انا كنت اعرف واحد شاب هو في تركيا دلوقتي اسمه عبد الله، جمعوا عن طريق الفيسبوك حوالي 100,000 او 150,000 دولار، واخد بالك؟ فده ممكن الحاجات دي كلها بتتعامل مع احد الجمعيات اللي ممكن تعرض عليها من خارج حتى البلاد، عشان ايه يعني جمعها مش عن طريق الجمعيه دي، ممكن في اي مكان في العالم، واخد بالك؟ اخر سؤال ليك انت. طيب اخر سؤال. طيب هو خلاص، هو يعني تمام، يعتبر السؤال اي قالته يعني، بس ممكن اقول قالته. هل في مشاريع هنا في الدوحه مثلا؟ لا ادري. نعم، لا تسال زائر. فيفتيك فتوى ممششه. صح. طب دكتور، تجارب العمل هل حلو يعني؟ هل في فرصه مثلا في بعض، ايه هي الدول اللي فيها فرصه ان انت ممكن من خلالها تبدا مؤسسه تعمل في حي متعارف في دوله على ارض الواقع؟ على ارض الواقع هو طبعا افريقيا مع الاكبر الجنسيات الحدود يعني. افريقيا مفتوحه، سواء كانت اوغندا، او انا اعرف في ناس فاتحين مكاتب في اوغندا، او بعض الدول الافريقيه الاخرى مفتوحه. دي حاجه. ما اعرفش اسيا ممكن اصعب شويه من افريقيا، لا ادري امريكا. طبعا بريطانيا واوروبا اكتر حريه، لكن مكلفه جدا. يعني انا اعرف بعض الشباب انا قابلتهم، مكتبهم الرئيسي في اوغندا، مكتبهم هم اصلا من بلد يعني في العمل الخيري فيها صعب، بينفذوا. كانوا في اليمن وكانوا في نايجر وكانوا لا. فانت تبص على الخريطه دي كلها وتشوف البلد اللي انت ممكن ايه تعمل لك فيها مندوب، ويكون لك فيها حساب بنك، وتحول من هناك لمنطقه افريقيا كلها او لاي منطقه في العالم. حاجه ثانيه يا شباب؟ بما ان دلوقتي حاليا يعني اغلب الناس دلوقتي بقت عندها مثلا افكار مثلا حابه ان هي تتنفذ. دلوقتي مثلا عرفنا التنظيم ازاي كله، بس في بدايه الفكره ايه هي المعايير ان هي تكون ان الفكره دي تبدا ان هي تتحقق وتوصل لمؤسسه مشروع مثلا؟ هو اول شيء في تحقيق الفكره ايمانك بيها، يعني زي ما اتكلمنا، يكون انت صادق في تنفيذها، واخد بالك؟ وكون ما تتعجلش الثمره بتاعتها، واخد بالك؟ ويكون فكره بتنفذ من خلال مشروع بسيط الناس تحس انك استفادت منه. يعني انت عايز في التعليم مثلا، انا هعمل فصل يعلم 10 اطفال، مش هعمل فصل يعلم 1000 طفل، انا ما عنديش امكانيات.
هفشل لو دخلت في الألف طفل، مش هفشل في العشرة، لأن العشرة أطفال ممكن أنا أعملهم بنفسي أنا كفرد. لو معايا ثلاث أربع شباب أو شابات معايا، يبقى كل واحد ياخد له 10 أطفال يبقى 50 طفل. لكن لو أنا قلت أنا عندي الحي المدينة دي فيها مثلا أمية كبيرة، يعني مثلا عدد الأطفال المتسربين السوريين مش أقل من 2 مليون. ولكن أنتوا هتشوفوهم في الفيديو ده. فلو أنا هتكلم عن 2 مليون غير لما أتكلم عن مثلا 100. خدت بالك؟ فأنا أبدأ بالفكرة بالطريقة دي. وكل لما بكتسب الخبرة كل ما بكتسب الثقل والثقل في ان انا احول هذه الى الجمعية وانا المؤسسة متعجب وتعلم الاخرين. مش عيب ان انت تبدأ مشروع مش قادر تنفذه تخش تدي الجمعية تنفذه وانت تكون شريك ليها. انت بالك؟ ولو في اي شيء على الفيسبوك عندي ولا على اليوتيوب، انا اليوتيوب بتاعي اسمه هاني البنا، هاني ه الف نون ي البنا ال ال لا بالعربي والاثنين مكتوب بالعربي البنا الف لام ب نون الف نون الف مش كده؟ لسه ما نجحناش في ابتدائيه. فلو عايزين تخشوا على اليوتيوب او تخشوا انا فيها في محاضرات كتير جدا في اليوتيوب بالانجليزي وبالعربي، ولو عايزين تخشوا على الواتساب انت معاك التليفون بتاعي شيره مع الناس انا، لان بقى الناس يعني ما فيش مشكله عندي اي حد يتصل بيا في اي وقت يعني او يبعت لي اي اقتراح فما فيش اي مشكله فيها. خلاص يا شباب، وانا شاكركم شاكر شا شا شاكر لكم جدا على حضرتنا يعني تعلم الكثير اليوم منكم واختتمتم بمسك ختام. طيب يعني بزرق. يعني بنشكر شكر جزيل الدكتور هاني البنا في النهايه يعني وقته مستحم وجزاه الله خير يعني وفى وكفى ربنا يكرمه جزيل خير. شكرا يا دكتور، ربنا يجعلك في ميزان حسناتك ودايما نكون على تواصل باذن الله، وزي ما قلت احنا هنمسك في الكلمه نمسك. الرقم خلاص عملوا مفيش مشكله. لا يعني نكون على تواصل باذن الله مفيش مشكله حضرتك يعني جزاكم الله خير. وحد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال كلمه يحب يوجهها للدكتور؟ لا خلاص بقى كلمه حلوه دي بقى خلاص بقى. يلا شكرا شكرا عليكم السلام.